مبروك يا عم. الله يبارك. بابا مالك؟ خد يا حبيبي، خد امضي القايمة. القايمة من اولها كده قايمة. طب هقراها الاول. لو مضى من غير كلام يبقى بيحبك، لو مضى من غير ما ينطق يبقى بيموت فيكي. في ايه؟ انت بتقرا ايه؟ هو احنا نسرعك؟ لا يا ريهام انا ما اقصدش. على فكره القايمه دي مكتوب فيها الحاجات اللي احنا جبناها، وده من حقي ولا من حقي احافظ على حقي. وانا مين هيحافظ على حقي؟ الله، ما لعبش من حق العروسه. وانا اللي دافع ثمن. واحنا اللي جبنا الجهاز. يا سلام، وانت جبتيه لوحدك؟ ما انا جايب نص الجهاز، جايب اوضه النوم والغساله والسخان واوضه السفره. استنى هلا، ما احنا كمان جايبين سجاجيد وجايبين نجف وحاجات ثانيه كتير. الله، مش كده يا عروسه، مش كده يا عريس. الله، الحاجات كلها اللي بتقولها دي حاجات صغيره. عارف حضرتك لو هو بيحبني ما كانش بص فيها ولا قرا كلمه واحده. وهي كمان لو كانت بتحبني ما كانتش تمضيني على وصل امانه. على فكره اللي في ايدك ده ما اسموش وصل امانه. لا بقى وصل امانه، عايزين افضل حارس جنب الحاجه بتاعتك اما من انها ما تبص. ولا مروان، يلا يا ماما. يلا يا حبيب ماما. الحمد لله. عايز استني باخد الملح. احسن. انا خلاص مش عايزه اتجوز، انا غلطانه. بلا جواز بلا زفت، كل حاجه فلوس فلوس، كل حاجه محسوبه بالفلوس. انا من الاول عامله حسابي على كده، وعارفه ان هو كذاب ومنافق ومش هينفعنا. من فضلك يا ماما انا دماغي هتنفجر، ممكن تسيبيني لوحدي؟ ولا يهمك، وحياتك لجوزك سيد سيده، وهجوزك ابن خالتك كمان. يا ستي لا عايزه ابن خالتي ولا ابن عمتي، سيبيني لوحدي. خلاص، مش انت اللي عملتي فينا كده؟ شيلي بقى القرف اللي انت عملته لنا. ريهام، ريهام يا حبيبتي ايه دي؟ ما حصلش حاجه، صدقيني حصل خير، حصل خير. الحمد لله اني رافضه الجواز ومش عايزه اتجوز خالص. انا على فكره بيجي لي في اليوم يجي 5 رسائل برفضهم كلهم، من اللي بشوفه من الرجاله وعمايلهم. ينفع تطلعوا بره؟ سيبوني لوحدي. راحة فين يا بنتي؟ أنا هروح له أشوف عمل فيها كده ليه؟ يا بنتي المفروض هو اللي يجي يعتذر على اللي عمله فيكي. لا يا ماما، أنا مش مستحملة اللي هو عمله فيا وعايزة أعرف. حسبي ماما حسبي. إيه اللي أنا عملته ده؟ قايمة إيه وبتاع إيه؟ ريهام عندي أهم من مليون قايمة. طبعًا ريهام أهم، بس أنت لازم كمان تعرف إنك بتمضي على إيه؟ والله أحسن طنط عندها حق، مش أحسن ما تلاقي نفسك متدبس. يعني هو اللي خلقها، ما خلقش غيرها؟ أيوة. طيب ريهام، أنا ممكن أعرف إيه بالظبط بقى اللي أنت عملته فيا ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنت بتزعقي كده ليه؟ أنا ما بزعقش، أنا جاية عشان أفهم. بالراحة، أنت بتتكلمي مع راجل. على فكرة يا طارق، أنا بتكلم مع حسام مش مع حضرتك، وبمناسبة إن هو راجل يرد نيابة عن نفسه، وأنا ما بحبش حد يتدخل بينا. حد ده إيه؟ حد ده أنت؟ خلاص مش فاهماك. أنا أمه أقول له اللي أنا عايزاه في الوقت اللي أنا عايزاه براحتي يا حبيبتي، ولا أنت مش واخدة بالك؟ بعد إذنك يا طارق، بعد إذنك، ما بحبش حد يتدخل بينا. خلاص بقى، أنت اللي خليتيني أعمل كده. أنا؟ أيوه أنت. ليه؟ عشان بعتيني. أنا بعتك؟ أيوه بعتيني. إزاي بقى؟ يعني إيه أيوه؟ يعني إيه السرير اللي أنا هنام عليه أمضي عليه؟
يعني ايه السفره اللي انا هقعد اكل عليها امضي عليها؟ تحب انا كمان امضيك على كل الحاجات اللي انا جايبها؟ يعني حسام افرض دلوقتي ان الجوازه ممكن تبوظ علشان انت تمضي، احنا هنعمل ايه؟ همضي. وانت عارفه ان انا بحبك. ما انت كمان زعلتني قوي لما انت لغيت الموضوع ده. خلاص اللي انت عايزاه انا هعمله. بجد؟ اه والنبي. طب يلا بقى عشان نلحق. يلا يلا يا ماما. الملح يا فتحية. ايوه كده يا جماعه، خلينا نفرح. ايه الجمال ده؟ اتفضلوا ان شاء الله هنكتب الكتاب. اتفضلوا. شفتي البت ضحكت عليها؟ القادره بنت اللعيبه. ايدك يا عريس. ابو العروس استنى عندك يا استاذ. السفره من غير نيش. غير نيش؟ ايوه انا مانيش قاعد هنا. ودي غلطتي انا ان انا ما تممتش على العفش قبل ما يدخل. في حد يجيب سفره من غير نيش؟ ايه النيش ده اساسا؟ انت ازاي تعمل فيا كده؟ جايب لي سفره من غير نيش؟ احط انا حاجتي فين واحط الصيني بتاعي فين؟ انت مش حاسس باللي انت عامله فيا؟ عمال تحرجني كده قدام الناس وقدام اهلي وجايب لي سفره من غير نيش؟ يا اخي حرام عليك، حرقت لي دمي. ايه يا جماعه النيش ده؟ النيش ده حاجه مهمه قوي يعني عشان توقف جوازه؟ دي وجهه نظرك انت. السفره من غير نيش زي البحر من غير سمك. يلا يلا يا حسام يلا، احنا غلطانين، احنا رجعنا البيت ده. النيش ايه؟ النيش ايه وبتاع ايه؟ انت هتجوزي بنتك من غير نيش؟ وانت عايزه بنتك تبقى زي بنتي؟ يلا يا ابني يلا. بتقول لك النيش اهم من العريس، يعني اهم منك؟ اه يا ريهام، النيش اهم مني؟ يلا يا ماما. يلا يا حبيب ماما. اصلح المصيبه اللي حصلت. اتعبت؟ انت عايز تطلع لهم دلوقتي؟ انت عارف لو عملت كده هيركبوك وهيمضوك على قايمه اكبر من اللي كنت هتمضي عليها، وكمان هيخلوك تمضي على مؤخر صداق اعلى بكتير من اللي كنت هتمضي عليه. ايه الكلام ده؟ انا وهي بنحب بعض، اخترنا بعض خلاص، يبقى احنا علاقتنا بكل الكلام ده. انا لو سافرت بره هتجوز بخاتم مش بشبكه وشقه ومهر. بره مش هنا. احنا المفروض ان احنا احسن من بره. المفروض ان احنا ناس اصحاب عادات وتقاليد وبتوع ربنا. المفروض ان احنا ناس بنحب بعض. يبقى ليه بقى ما نبقاش احسن من بره بجد؟ سيبيه يا ماما. سيبيه يا ماما؟ انت بقى المفروض كده انك بتعطفي عليا. انت بتكلم اختك كده ليه؟ هي قادره. هي مين دي اللي قادره؟ هو ليه ما حدش عايز يعترف بغلطه؟ ليه كل واحد شايف نفسه صح؟ امها فجاه قلبت عليا وبقت متخيله ان انا هخطف البنت مش هتجوزها، وابوها بقى خلاص بيسلم عليا بمنتهى التناكه. كل ده عشان شويه عفش وشويه مهر. في الاول كانوا خلاص بيشتروا راجل، دلوقتي خلاص بقت الكوبايات والشباشب اللي بندوس بيها على الارض اهم من الراجل نفسه. ايه التخلف ده؟ تخلف؟ انت بتشتمني يا واد. يا ماما انا جيت جنبك، انا مش بكلمك انت اصلا. انت عندك حق. انت عندك حق. يا سلام، يعني هو لما يعمل لي شويتين دول ويزعقني انا خايف، ما بخافش من حد.